السلام عليكم يا شباب. النهارده باذن الله هنشرح مجموعه تقنيات مهمه جدا، وهو ازاي يا كابتن اقضي على خصم. انهي خصم يا جماعه؟ ايه الشر ده؟ بلاش شر. المهم ان شاء الله هنتعلم النهارده ازاي نعمل اكتر من تقنيه، اكتر من لكمه او ركله، اكتر من حركه في نفس الوقت. والناس اللي بتتكلم shut up your mouth please، shut up your mouth guys. تمام؟ اوكي. يبقى دلوقتي يا جماعه هنشرح مجموعه حركات معينه. الحركات يا جماعه مش محتاجه ان احنا لازم ان هو نحفظها او بنلعب بنفس الطريقه، انا بس مجرد بديك الطريقه بتشغل نفسك ازاي. لكن انت عادي ممكن مع نغماتك اللي انت عارفها وركلاتك تلعب بنت، يعني تلعب بطريقتك انت الخاصه. تمام؟ طيب دلوقتي قبل خصمي، قبل ما اشرح على خصمي مثلا، هنيجي هنا. اوكي بصوا معايا، سر اللكمات يا شباب، سر اللكمات دايما عشان تيجي سريعه وقويه، دايما بتحاول انك انت تقرب من جسمك على قد ما تقدر، سواء كانت في اللكمات الوينج تشون او في اللكمات العاديه، او في لكمات البوكسنج او في الوينج تشون. السر دايما ان انا لازم اقرب من جسمي. حاول ما تدنيش لنفسك فراغ، حاول ما تدنيش نفسك فراغ اللي هو تلعب من بايد كده وايدك تكون مفتوحه قوي كده، لا دايما بقرب من جسمي. طيب على سبيل مثلا المثال، هنقول مثلا ان احنا هنعمل مثلا لكمتين كذا لكمه مستقيمه ورا بعض، تمام؟ سواء كده او سواء كده ورا بعض. اوكي يعني مثلا واحد اثنين ثلاثه اربعه، ركز معايا كده، واحد اثنين ثلاثه اربعه، او واحد اثنين واحد اثنين، بعدين بالقوه ثلاثه اربعه. بص معايا كده 1 2 3 4، ركزوا السرعه 1 2 او 1 2 ها 3 ها 4 1 2 3 4 اسرع. طب ممكن ازود كده اخليهم مثلا اربعه او ثلاثه، مش تفرق. مجموعه يعني انت كده عملت مجموعه مثلا 1 2 3 1 2 3. اوكي يبقى 1 2 3 1 2 ايه 3. اوكي ممكن بقى تبقى راوند واحد واحد او 1 1 1 2 3 4 ممكن ايه بالقدم. اوكي تاني 1 2 3 4. تعالوا هنا بس معايا. طبعا انا مش هعمل الحركات فيه بجد عشان لو كسرت وقت فيديو يا كابتن ده مش داخل عليك يا كابتن. المفروض يعني يا جماعه هموته يا جماعه، يعني هموت الراجل هو ده الراجل يموتني؟ لا اتحكي انا يا جماعه هيبقى مقاتل جامد ان شاء الله، بس هو الله يكرم معانا فاختصر مع الفيديو عشان ما تقولوش يا كابتن حليم، حليم مات على فكره. حليم اللي بيصور صور. ايه يا حليم؟ قول هاي للجمهور. هاي يا كوتش. هاي اوكي يا شباب. دلوقتي بقى اهو بصوا معايا 1 2 3 4 5، الكلام ده كله في نفس الوقت 1 2 3 4 5 تاني 1 2 او 1 2 ها 3 4 5. يبقى كده مجموعه 1 2 يعني مجموعه ممكن 3 3 مرات او 4 مرات بام 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 بام، بس يفضل 3 احسن. 1 2 3 1 2 3 1 يبقى كده 1 2 3 تمام. ممكن نزود حاجة تاني؟ ممكن نزود حاجة تاني. بصوا معايا 1 2 1 2 3 4 5 6 تاني 6. يبقى كده يا شباب مجموعة اهي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي هات لي زي ما هات لي بسرعة المتر. ايوه هات لي المتر الكبير. هات اكبر واحد، اكبر واحد. الارض تعال نسيبه. يبقى شباب 1 2 3 4 5 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هو عاملها اسرع شويه. المجموعة الأولى. بعدين دي المجموعة كام؟ الثانية.
الثالثه الرابعه بعدين الكوره ده ممكن تطلعوا ايه فوق خمسه اوكي يعني بصوا بعض بسيط احاول المسه على فيه بجد بس انا مش مخليه خالص خمسه مرات اوكي تمام اوكي يبقى شباب تاني انا لو هعمل اكتر من مجموعه زي ما قلت هو واقف ممكن 1 2 3 او 1 2 3 4 5 6 7 8 ها ممكن برضه اطلع ايه فوق 9 10 واكمل اوكي اسرع شويه اهو 5 بوم احمد لو جه مثلا مندفع عليها بقوه اجري احمد عليها بقوه فممكن اقول بام اهو بام يا احمد في ايه؟ عايزين برضه نحمل الجيم فيكون الاندفاع ده ورا بعض الكوره فزي ما انا ايه بعمل اكتر من تكت اكتر من تكت تاني يا جماعه بصوا عليا 1 كده هم مجموعه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ها ممكن بعدين اروح برضه طالع بالكوع في الرقبه او اضرب بالركب ها 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ها بام بام ها بام بام شوفوا الاخر عملت الركبه ازاي تاني ادي اول مجموعه اول مجموعه عدوا معايا كده واحد كده اثنين كده ثلاثة كده أربعة كده خمسة كده ستة ده كله بيحصل في نفس ايه؟ نفس الوقت اللحظة عاوزين نطبق ده بجد شوية؟ يبقى هاتولي يا حبيبي تصور يا مهند ها هاو ار يو مان؟ هاو ار يو دوينج مان؟ What's going on? Okay, now you're showing to yourself to the audience, okay? Please focus with me. يعني حاليا انت دلوقتي قدام الجمهور فبفضلك فضلك ركز معايا. اوكي جاي؟ هنحاول ان شاء الله نمثل الموضوع بشبه واقعي، انا عملت اكتر من تقنيه، انا بحاول ما احفظكش، بحاول بقول لك ان انا بعمل ازاي في الكلوز رينج، المسافه القريبه جدا، وزي ما قلت هعمل حوالي اكتر من مجموعه، يعني البانش يا اما كده بام 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 او كده زي الوينج تشون مش هتفرق. اهم حاجه ايدي قريبه من جسمي، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 again sorry 1 2 3 4 5 6 7 اقول لكم هنقول واحد يعني الواحد بس مجموعه يعني كده 1 ها 1 2 3 4 5 ها 6 ممكن بقول ايه اعمل 7 وقع يلا خلينا تعالى تاني يا شباب احنا بنوضح لو في كلوز رينج مثلا الخصم مثلا في ايه هيزق لي كده خفيفه اهو مثلا زقه خفيفه رحت مثلا ايه اهو قربت معاه يبقى بوم تاني تاني عشان السرعه ممكن ما تشوفوش ادي اول مجموعه 1 تاني مجموعه ثالث مجموعه اربع مجموعه خامس مجموعه سادس مجموعه ها سابع مجموعه اوكي اهي اخر مره بس بسرعه شويه بحاول اعدل لكم ها ركزوا معايا يا شباب 1 2 10 1 2 ها 1 2 3 4 5 6 اخر مره دي 1 2 3 4 5 ممكن 6 كده و7 حلو اوكي تاني خد نفس في اللحظه دي بقى ها بوم 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 عايز اقول بوم انا اللي بصورك انا بصورك اوكي جايز خش مني يا جماعه تمام يا رب تكونوا استفدتوا
بالفيديو منتظر الحلقة القادمة.